هلا يا ماس رح اخد أبليكيشن آه عن الperpendicular forces آه بس بطريقة تانية إذا ملاحظين هون معطينا الفورس F1 هو minus 2I plus J والF2 هي 8I plus 5J أول شيء مجرد ما معطيكم الاي والجي يعني معناته هو أكيد perpendicular ليه؟ لأنه نحن إذا كان عندنا X-axis و Y-axis الاكس اكسس كل شي عليها بسموه اي فيكتور الو وكل شي على الواي اكسس هو جي يعني انتو دايما بكونوا عارفين انه بس يكون عندنا اي J بيكونوا زي ار بربنديكيلر هلا بالنسبه للريزلتنت فورس انا بيجي بكتب الريزلتنت فورس بيساوي اف1 بلس اف2 رح اجي اكتبهم انا ايكوال ماينس 2 اي بلس جي هيدي الاف1 8i 5j كتبت انا هون يا مس الاي انا بجمع الاي لحال هون او بنقصهم والجي لحال بجمعهم او بنقصهم شو رح تطلع معي الار بتساوي ماينس 2 6i بلس 5 1 6j مش صار عندي هيدي الريزلتنت هي 6i بلس 6j يعني معناتها هيدي هي الاكس كومبوننت اللي هي ار اكس وهيدي هي مين ار واي هون انا بكون طلعت الار اكس والار واي هلا بطلع magnitude اند دايركشن